فين هما صحاب الكوتشي؟ قول لهم يورونا في هذه المرحله هذه شنو كيديروا، شنو كيديروا على اخوان، شنو كيديروا؟ ماشي ماشي كنستفزوا، عاونونا عاونونا الدراري، عاونوا عباد الله. البارح راه مليون ديال الدراهم ما صدرش، شحال من واحد عاد تصدم عاد قال لك اواه سيمو محول مليون ديال الدراهم. اتس فاكين اوكي، راه 100 مليون راه حتى لعبه صاد بالنسبه ليا، راه انت واخد عليه واحد النسبه. هذا الشيء اللي كنلوم عليه، علاه تنقول الجهل 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 الاخوان، الجهل الجهل. ملي كيجي واحد الاخوان ما بغيتش نقول شي كلمه، كيقول لي باينه على حاله امك مليونير بهاد الحياه هادي، وانت شعرك ما مقاد، باينه على امك حاله المليونير، باينه من اللباس ديالك راك مليونير، باين من هاد الشكل ديالك انك انت مليونير، باين من ديك الصنداله اللي لابس وداك الشورت، باين انت راك مليونير. ديك القويمي جا اللي ديما لابسه الاخوان، ديك القويمي جا اللي ديما لابس، انت راك باين راك مليونير، لعنه الله هو عالي. مثل ما توصلني ما مره ما جوج ما كتاثرش فيا، ولكن الاخوان فين هما صحاب الكوتشي وصحاب السويعات اللي كيحاول؟ انا جاوني كاع السويع اللي عندي كادو الاخوان، ما عدا واحد شوج هما اللي شريتهم. فين هما صحاب الكوتشي؟ قول لهم يورونا في هذه المرحله هذه شنو كيديروا، شنو كيديروا الاخوان، شنو كيديروا؟ ماشي كنستفزوا، عاونونا عاونونا الدراري، عاونوا عباد الله. ياك انا ما كنعرفش نلبس، ياك انا ما ياك انا ما بيناش على حال تمي مليونير، ياك انا بهاد الحياه هادي وبهاد الشعر هذا اللي ديما ما كنمشطوش، ما كندير ليه التاجر واقف ديما بحال الشيكس، ياك انا بهاد الحاله هادي المبهتله، انا عطيت انا 100 مليون. علاش اصاحبي نتوما ديما كتحكم على بنادم من الشكل ديالو؟ اصاحبي انا راه ما يمكنش نلبس، انا راه ما يمكنش نلبس، راه كل واحد فاش متميز. انا راه انسان ديال الخدمه، انا عطيك الخدمه، نجلس معاك 16 ساعه الخدمه، حتى طيب انت من الكرسي وتنوض، انا ما نوض، نوض من الصباح نخدم حتى الليل. انا ماشي ديال الشكليات واللباس والتنتيك وداكشي، انا ما خدامش ليا داكشي، داكشي راه كو ديال مالي انا، عاوتاني ما نقولش لك عاوتاني داك اللي كيديروا داكشي نسبهم ولا شي حاجه. كل واحد كل واحد شنو عطاه الله، الله يوفقهم اخويا الناس اللي كيلبسوا. انا راه ماشي ديال اللباس، انا راه 100 مليون ما جاتني في والو، البارح حولت للبلاد وما جاتني في والو، وتمنيت ان نكون جات في شجره فيا اخرى كاين عندي الكاش نحول كثر، راه ما جاني في والو. كيفاش ما تجيش تقول لي باين من شكل امك مليونير، ووريني انت اللي مليونير، ورينا صاحبي، وريني دير شي حاجه صاحبي، ورينا صاحبي. انت اللي كتلبس كضرب علينا اللباس صاحبي، كضرب علينا المواكن صاحبي، كضرب علينا المواكن وكضرب علينا سميتو، ورينا انا مزاوق، ورينا شي حاجه، صوفي الناس اللي حداك، حرك شي حاجه، دير شي حاجه صاحبي. مابقاش الدراري تحكموا على الدفطار من 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 غلافه، راه شحال من دفطار غاض تحلمو من الغلاف يخلعك، تحلو راه ما كاين فيه والو، خاوي من الداخل، خاوي يلا هضره الخاوي يا الاخوان، وماشي الوقيته ديال نبقاو نشرو الكراهيه هادي. ان شاء الله ملي فوت هاد الشيء نتمنوا عاوتاني نرجعوا للخدمه، نتمنوا ان شاء الله من هنا واحد 10 سنين ل 20 عام لقاو شي مغرب زوين، ولقاو شي مغرب فيه ناس واعر، ولقاو شي مغرب فيه رجال وفيهم ناس على ممكن نعولوا في المستقبل. راه حنا الاخوان هما المستقبل، انا المستقبل المتوسط علاش انا كبير في العمر، ولكن الجيل اللي جاي والمستقبل المدى البعيد كنحاولوا نوعيو، كنحاولوا نوريو شي حاجه مزيانه، كنحاولوا نوريو شي حاجه ممكن يصوفي بها راسو، يصوفي بها الناس اللي حداه، وكنحاولوا نوريوهم الكتوبه قراو ديروا. ولكن فريمون على الاخر كنجيو لشي حوايج كتلقى شي ناس هي كتكريتيكي. الا كنت شي نهار تخلصت في شي كتاب، الا كنت شي نهار تخلص في شي كتاب تخلصت فيه، تخلصت هاكا عطاوني شي فلوس باش نبينو ونصح به، الله يعطيني العمى، الله يجعلني ما نبقاش نشوف، دعي عليا باش ما بغيتي انا نقول لك امين وقابله. وحق الله الاخوان ما عمري خديت سنت، ماشي حتى درهم، ما خديت سنت مقابل نوري شي كتاب. وتنضل تنقول لهم الاخوان هذا الكتاب هذا، اقرا الكتاب هذا، الكتاب هذا واعر. كتصدم ملي كيجي فاكين انفلونسر كيدير عليك فيديو كيقول لبنادم هذاك راه مخلص باش يوري الكتوبه وبقاو تابعين، وراه واخا تكون تنوض مع 5 الصباح بحالو راه كيكذب عليك وما دير والو في حياتك. داكشي كامل اللي انت كتضرب كيجي واحد شي فاكي، ماشي فاكي 100% ولكن كي فاكي واحد 20% 30%. وهذاك خونا كون قلت له هضرتو كانت تجي تولي 120% 130%، كانت تجي تزاد نسبة التأثير، وكان تجي تولي توصل حتى 200%. ولكن هادشي ما محتاجينوش دابا، دابا محتاجين الانسان يدخل لدارو يتكمش يسد عليه، هادشي اللي محتاجين دابا. ولكن كندوي على الفيتور، الفيتور الاخوان وحق الله الا محتاجين ان فهمتي خاصنا نطوروا ديك البلاد. لان عاوتاني حاجه اخرى الاخوان حتى هي نقولها من الاسباب اللي خلات ان في الاخر قلت لك تشاورت مع ناس اللي منهم اطباء، اللي منهم ناس ديال القانون، اللي منهم محامين، وفي الاخر حولنا الفلوس، حولت 100 مليون حولتها للدوله.
حاجه اخرى من اللي الحوايج اللي طرات لي خلاتني ناخذ هذا القرار هذا هو الان بوكس الاخوان اللي عندي بحال جوان المظالم. الان بوكس الاخوان ولا دراجي كنقولها لك باش تسمع مزيان وتعرف حجم الكارثه اللي كنعيشو. كلشي بدا تيصيفط ليا خويا سيمو انا خرجت من الخدمه، خويا سيمو انا كنعان، خويا سيمو انا كذا كذا كذا، خويا سيمو شحال خويا جيتي شحال جيتي نعاون الاخوان شحال جيتي نعاون، راهي 1000 عائله وانا واصلني والله تنصور لكم قسما بالله الا ما يفوق 10000 ميساج اللي وصلني. راه حنا بغينا انا كنت باغي نعاون هير 1000 عائله